وعلى أنامل وحروف وكلمات رسمت بشعار على هدى السراج المنير، تواصلت لليوم الثاني عن التوالي فعاليات الدورة الثانية لمهرجان طنجة الدولي للسماع والمديح بمعزوفات موسيقية ساحرة استطاعت أن تخترق الحدود من بقعة اسمها مقدونيا لتصل مدينة طنجة. تآلفت وأمتعت ونالت إعجاب جمهور مدينة البغاز. في يومه الثاني استطاعت كل من فرقة الغزالي للإنشاد الديني برئاسة الأستاذ محمد الحنيني إلى جانب المنشد والفنان التركي مسعود كورتيز عزف إيقاع موسيقي انبهر له الجميع ووقف على إثرها الجمهور من شتى ربوع المغرب ليتلقف شيئا اسمه الموسيقى. أنا جيت من فاس خصيصة باش نحضر هذه السهرة، سهرة رائعة جدا ومعجب بها تماما، وكنتمنى إن شاء الله تكرروا هذه السهرات باش تكون فرصة للناس باش يحضروا ويشتوا ويتقفوا. شكرا على هذه السهرة. هذه اللغة الإنسانية الأخرى الساحرة والتي تمضي في دروبها فيأخذك شيء من الوجد والحنين والهيام. فخورين أننا حضرنا السهرة بحال هذه، وفخورين أن البلاد المغربية العربية كتحيي سهرة حية بحال هذه. جمهور طنجة أبدع وساير إيقاع مسعود كورتيز بهتافاته والتفاتاته الجميلة، ولم يترك حتى هواتفه النقالة التي رسم بها إبداع بفسيفساء الضوء الجميل، وكأنه يقول لمسعود: أسعدت مساء أيها الفنان ومرحبا بك لأول مرة بطنجة. ساعتين ونصف من الإيقاعات عبر من خلالها مسعود عن آفاق جميلة بنكهة دينية خفقت لها قلوب المحبين، وتركت قاموسا من الكلمات التركية والعربية لن ولم ولن تشفي غليلها إلى عودة أخرى للفنان لمعانقة جمهور مولديات البغاز. يا نور الهدى